شارك وفد الشعبة البرلمانية برئاسة معالي السيد أحمد الملا رئيس مجلس النواب رئيس الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في العديد من الاجتماعات التنسيقية ضمن اجتماعات الجمعية 138 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في جنيف. وللمزيد من التفاصيل حول هذا الاجتماع معنا عبر الهاتف من جنيف الأستاذة سوسن تقوي عضو مجلس الشورى. سيدة تقوي، بداية، ما هي أهم ما تم التطرق له في اجتماعات اليوم، وماذا عن البند الطارئ الذي تقدمت به مملكة البحرين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اليوم الثاني على برنامج اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي. اليوم كان في عندنا عدد من الاجتماعات دخلنا فيها، كانت خاصة باللجنة الدائمة المعنية بالسلم والأمن الدوليين، وناقشنا فيها بشكل عام مناقشة عامة على مشروع القرار المعني باستدامة السلام كوسيلة لتحقيق التنمية المستدامة، وبينا فيها جهود مملكة البحرين في تحقيق التنمية المستدامة كالتزام من البحرين بتحقيق الأهداف اللي اعتمدناها في 2000. طبعا هذا لا يعني بالغ الأثر في تنمية مجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وكذلك تطوير البنى التحتية والاستثمار والموارد البشرية. وبينا لهم أيضا بأن البحرين لعبت دور قيادي في أجندة تحقيق الأهداف الإنمائية اللي وضعتها الأمم المتحدة، سواء كان على إذا كان في توفير التعليم المجاني أو تمكين المرأة وتكافؤ الفرص بين الجنسين ونظام التضامن الاجتماعي وكذلك الرعاية الصحية. أيضا كان مهم كوننا احنا كسلطة تشريعية متواجدين في هذا الاجتماع، كان لنا لابد ان نوضح دور السلطة التشريعية في تحقيق التنمية المستدامة، كون السلطة التشريعية تعتبر شريك الأساسي في صناعة القرار. واللي قدمته مجلس النواب في 2014 مرئيات حول أهداف التنمية المستدامة قبل اعتمادها رسميا أو تنفيذها، هذا يبين مدى الاهتمام اللي توليها القيادة في مملكة البحرين والسلطة التشريعية. وأيضا دعم مجلس النواب في تحقيق الأهداف في عام 2015 كان من البنود الأساسية هو حماية المجتمع من الإرهاب والعنف، التعليم الجيد، الرعاية الصحية أفضل، توفير فرص عمل أفضل، إدماج احتياجات المرأة في التنمية، وكذلك حماية البيئة من التلوث. نعم. يعني احنا بعد كذلك يعني ما فاتنا ان احنا نبين ان دور الحكومة البحرينية في ادراج او تحقيق اهداف التنمية المستدامة وادراجها خلال برنامج عمل الحكومة نفسها. هذا مدار، يعني مجمل مدار في اللجنة الأولى. نعم. واللي الحين راح نجتمع لأخذنا البنود اللي راح يتطرق إليها مشروع القرار، سواء كانت في الديباجة أو في القانون نفسه. نعم. بالنسبة عن الاجتماعات الأخرى، كانت في اجتماع للجنة الدائمة للتنمية المستدامة والاقتصاد والتجارة، أيضا لديهم مشروع قرار حول إشراك القطاع الخاص في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة خاصة في مجال الطاقة المتجددة. وأيضا كان عندنا في الجمعية العامة مناقشة عامة حول تعزيز النظام العالمي للمهاجرين واللاجئين. نعم. الحاجة إلى حل سياسي قائم على الأدلة. ومعالي رئيس مجلس النواب رئيس الوفد البحريني راح يكون له كلمة هذا المساء في مجلس الحاكم. نعم. إذن من جنيف الأستاذة سوسن تقوي عضو مجلس الشورى، شكرا جزيلا لك.